أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ليبلوني أأشكر أم أكفر. صدق الله العلي العظيم. الشكر لله سبحانه وتعالى في جميع نعمه، النعم التي لا تحصى كثرة، وأدناها شأنا أقلها شأنا هي أعظم من أن تدرك مداها. فناهيك عن النعم العظيمة الكبيرة، شكر النعمة واجب بلا شك، وجوبا عقليا عقلائيا شرعيا، بل كما يقولون فطريا أيضا. كيف نشكر النعم؟ بصور مختلفة. الإنسان يرزق بنعمة جديدة، مما يلتفت إليها من النعم. أكثر النعم الجديدة التي نرزق بها أصلا لا نلتفت إليها، نحن غافلون عن النعم لكثرتها. نعمة جديدة يرزق الإنسان بها وهو ملتفت إلى هذه النعمة، ماذا نصنع؟ نقول الحمد لله، نسجد سجدة الشكر، نعمل عملا صالحا شكرا لهذه النعمة، نترك شيئا مبغوضا لله عز وجل مكروه أو حرام شكرا لهذه النعمة، وغيرها من طرق الشكر.
النعم أحيانا نعم كبيرة أو صغيرة، الصغيرة بالنسبة إلى الكبيرة صغيرة، وهي وإلا نعم الله عز وجل كلها كبيرة، ولكن النعم درجاتها مختلفة، طرق شكر النعم أيضا مختلفة. لكن هناك نعمة عظيمة تم الشكر لهذه النعمة بطريقة خاصة، بل بطريقة استثنائية، بل بطريقة فريدة. الحديث الشريف الذي ذكر طريقة الشكر لهذه النعمة العظيمة حديث معتبر سندا، وهكذا أمور لا تحتاج إلى بحوث سندية، كما ذكر ذلك الفقهاء فيما كتبوا في قاعدة التسامح في أدلة السنن، هناك يذكرون ويذكرون بعض التفاصيل لذلك. في هكذا أمور لا نحتاج إلى بحث سندي، ولكن كمعلومة أقول الحديث معتبر سندا، نسبه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه من لا يحضره الفقيه للإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يقول: سئل الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام لما صارت المغرب 3 ركعات ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله كل صلاة 2 ركعتين، كل الصلوات 5 كانت 2 ركعتين، فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله لكل صلاة 2 ركعتين في الحضر، وقصر فيها في السفر. أضاف النبي صلى الله عليه وآله 2 ركعتين إلى كل صلاة، هاتان 2 ركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله، هاتان خاصتان بالحضر، في السفر رفعهما في كل الصلوات إلا المغرب والغداة. أضاف النبي صلى الله عليه وآله 2 ركعتين إلى كل صلاة باستثناء المغرب والغداة، الغداة يعني صلاة الصبح صلاة الفجر، هاتان الصلاتان بقيتا 2 ركعتين. فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله لكل صلاة 2 ركعتين في الحضر، وقصر فيها في السفر إلا المغرب والغداة. فلما صلى المغرب بلغه مولد فاطمة. فأضاف إليها 1 ركعة شكرا لله عز وجل. إلى أن يقول صلوات الله عليه: فتركها، هذا المقدار المضاف، فتركها على حالها في الحضر والسفر. هذا الحديث الشريف العظيم فيه جوانب، فيه ملاحظات عديدة، أذكر بعضها بسرعة. أولا،
النبي صلى الله عليه وآله له ولاية تشريعية، دين الله سبحانه وتعالى بيد النبي صلى الله عليه وآله، كيفما يصنع فهو صحيح. هذا المعنى ورد في المتواتر من الروايات الشريفة، قطعا متواتر، وهذا لم يكن عبثا، حاشا لله عز وجل. الله عز وجل جعل قلب النبي صلى الله عليه وآله، جعل قلوب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أوعية لمشيئته ففوض إليهم. النبي صلى الله عليه وآله لا يريد إلا ما أراده الله، لا يحب إلا ما أحبه الله، لا يبغض إلا ما أبغضه الله. قلب النبي هكذا، قلب النبي، قلوب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ليست لها ميول غير إلهية، ما عندهم نهائيا، ما عندهم. القلب قلب خاص، مخلوق خاص، ولذا فوض إليه وإليهم. النبي يضيف، الإضافة تكون من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ينزل إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله هذه الإضافة فيضيف. النبي صلى الله عليه وآله ينقص شيئا من الله عز وجل. هذا قلوبنا أوعية لمشيئة الله، أوعية مشيئة الله، ما أضافه النبي صلى الله عليه وآله فهو من الله. كلام النبي هو كلام الله، إرادة النبي إرادة الله، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله أضاف 7 ركعات إلى الركعات 10 التي فرضها الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى مستفيض إن لم يكن متواترا. هذا المعنى بالذات في رواية شريفة في صحيح الزرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله عليهما، قال 10 ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة، إلى أن يقول هي الصلاة التي فرضها، 10 ركعات هي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن وفوض إلى محمد. مفوض، مفوض يعني ماذا؟ يعني اصنع ما شئت. هذا عبث؟ حاشا لله. النبي صلى الله عليه وآله الله عز وجل جعله له قابلية التفويض ففوض إليه. هذا حكمة من الله سبحانه وتعالى، وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله، فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة 7 ركعات. صلى عليه وآله، صلى على محمد وعلى محمد. التعبير في الروايات الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله المفوض إليه دين الله، روايات مستفيضة تدل على، يعني فيها هذا التعبير. ملاحظة ثانية، طبعا هذا موضوع طويل، هذا الذي يسمى بالولاية التشريعية المطلقة. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندهم ولايتان مطلقتان، ولاية تكوينية مطلقة وولاية تشريعية مطلقة. مطلقة يعني بدون حدود. لماذا؟ لأن قلوبهم أوعية مشيئة الله عز وجل. موضوع مستقل في محله. الملاحظة الثانية، النبي صلى الله عليه وآله جعل شكر هذه النعمة العظيمة في صلاة فريضة. وتعلمون الصلوات الفرائض، النبي صلى الله عليه وآله يقول الصلاة عمود الدين، أهم على الإطلاق.
أهم الفرائض العملية هي الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله جعل شكر هذه النعمة في أهم فرائض عملية. يعني كان بإمكانه يقول شكرا لله بعد الصلاة، لا، أضافها إلى الصلاة. نقطة ثالثة، النبي صلى الله عليه وآله ما شكر هذه النعمة مرة واحدة، جعلها واجبة على نفسه طيلة حياته. رابعا، ما جعلها على نفسه فقط، جعلها على كل مكلف إلى يوم القيامة. لا بس نقطة واحدة بسرعة فقط بين النقاط أذكر، لماذا جعلها واجبة على الناس؟ هذه نعمة تنعم بها رسول الله صلى الله عليه وآله، هو يشكر هذه النعمة؟ لا، هذه نعمة على كل الناس. كثير من النعم، نعم على كل الناس، مرة واحدة يقولون شكرا لله يكونون قد شكروا، لا، هذه النعمة لها من الاستمرارية بدرجة يجب أن تشكر، يجب أن تشكر هذه النعمة، يجب أن تشكر على مدى طولي وعرضي، على مدى الدهور بالنسبة إلى كل الناس. لا أن يشكر شخص واحد أو اثنان أو فئة من الناس، لا، كل الناس. ولا أن يشكروا يوما واحدا أو يومين، بل على مدى الدهور. خامسا، هذا الذي ذكره الحديث الشريف بوضوح، كل ما أضافه النبي صلى الله عليه وآله من الركعات في السفر تسقط. النبي صلى الله عليه وآله أضاف 7 ركعات، 6 ركعات تسقط في السفر، هذه الركعة بالذات حتى في السفر لا تسقط. يعني كل يوم سواء كنت مسافرا أو حاضرا، في أي حال، في كل يوم على الأقل مرة يلزم أن تشكر، يجب وجوبا بدرجة عالية، والوجوب درجات، لا، بأعلى درجات الوجوب العملي، لأن الصلاة أعلى درجات الوجوب العملي، في كل يوم لكل البشر. ابحثوا، طبعا بحثوا هذه الروايات هم صعب لأنها بالمئات، روايات الشكر، شكر نعم الله سبحانه وتعالى، روايات كثيرة بالمئات، سوف لا تجدون، بل سوف لن تجدوا شكر نعمة بهذه الطريقة، لن تجدوا. نعم الله عز وجل الكثيرة التي هي درجات بالنسبة إلى أي نعمة أخرى، أي نعمة أخرى، عظيمة أو غير عظيمة، وكل نعم الله عظيمة. لا تجدون، بل سوف لن تجدوا مثيلا لهذا الشكر. كل ذلك شكر مرتبط بهذه الدنيا، أصلا هذه الدنيا هي ضيقة أساسا، غير قابلة لإعطاء القيمة الحقيقية لكل شيء. الدنيا دنيا صغيرة، عالم الدنيا عالم صغير. لماذا الله عز وجل جعل عالم البرزخ
لماذا جعل عالم القيامة؟ لماذا جعل عالم الجنة والنار؟ عالم الدنيا غير ممكن تعطي الأشياء حجمها الحقيقي، غير ممكن. في عالم الدنيا الذي هو عالم ضيق هكذا كان شكر هذه النعمة، وسيستمر شكر هذه النعمة. كل من يصلي صلاة صحيحة، كل من يصلي صلاة المغرب بصورة صحيحة إلى آخر الدنيا، هذه الركعة شكر نعمة مولد فاطمة صلوات الله عليها. هذا المقدار الضروري، الأشياء التي أوجبها الله سبحانه وتعالى هي الحد الضروري من الشيء، الحد الذي لا يمكن أن يستغني عنه الإنسان. الله عز وجل يوجب، الله عز وجل يجعل بعض الأشياء واجبة، بعض الأشياء مستحبة. لماذا المستحب؟ المستحب درجة قد تستغني بعض الأحيان، قد تستغني بعض الشيء. الواجب الشيء الذي لا يستغني عنه الإنسان، أوجبه الله سبحانه وتعالى. المقدار الواجب هو المقدار الضروري. شكر هذه النعمة ليس خاصا بصلاة المغرب وهذه الركعة التي أضافها النبي صلى الله عليه وآله في صلاة المغرب. هذه النعمة يلزم أن تشكر بطرق أخرى أيضا، تلك الطرق ما أوجبها الله سبحانه وتعالى، لأنها لم تكن تلك الطرق للشكر، لم تكن بالدرجة الضرورية من الشكر. طبعا بعضها أيضا واجب، ولكن ليس مثل هذا الواجب. الاستنارة بنور فاطمة، بنور كلمات فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، شكرا، شكر عملي. والشكر العملي هو الأوجب من الشكر اللساني. أصلا بعض الفقهاء قالوا الشكر الأساسي الواجب هو الشكر العملي، صرح بعض الفقهاء يقولون المقدار الواجب من الشكر هو الشكر العملي. الشكر اللساني شيء إضافي، قد تكون درجات منه واجبة، ولكن الأساس الشكر العملي. الشكر اللساني أيضا واجب. من الشكر اللساني الصلوات على محمد وآل محمد. الصلوات عليهم شكر لساني. من الشكر اللساني رفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. هذا فيه إظهار، فيه زيادة على الشيء الذي يصنعه الإنسان بينه وبين ربه عز وجل، هذا إظهار للآخرين أيضا. أختم كلامي برواية شريفة فيما يرتبط بالصلوات، بهذا الذكر العظيم. هذه الرواية الشريفة نقلها علي بن بابويه القمي في كتاب الإمامة والتبصرة بسند صحيح، نقلها ابنه الشيخ الصدوق رضوان الله عليهما في كتبه الثلاثة، العلل، علل الشرائع، وعيون أخبار الرضا صلوات الله عليه، وكتاب كمال الدين بسندين صحيحين أعلائيين. هذه الأمور لا تحتاج إلى أسانيد، ولكن كمعلومة أقول عن الثقة الجليل أبي هاشم الجعفري رضوان الله تعالى عليه، عن الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليهما، قال حديث مفصل جدا جميل الحديث وفيه فوائد. من أراد أن يراجع هذا الحديث الشريف
في كتاب علل الشرعي المجلد الأول صفحة 135، في عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه المجلد الأول صفحة 68، في كمال الدين صفحة 313. قال الإمام أبو جعفر الثاني الجواد صلوات الله وسلامه عليه: أقبل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ذات يوم ومعه الحسن بن علي صلوات الله عليهما وسلمان إلى أن يقول صلوات الله عليه، فدخل المسجد الحرام فجلس، إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلم. دار حديث، سأل من الإمام عليه الصلاة والسلام أسئلة، ثلاثة أسئلة. فالتفت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى أبي محمد الحسن صلوات الله عليهما فقال: يا أبا محمد أجبه. فقال الإمام عليه الصلاة والسلام، أجاب السؤال الأول. السؤال الثاني: وأما ما ذكرت، هو سأل عن الذكر والنسيان، طبعا إما عن الذكر والنسيان بصورة مطلقة أو عن الذكر والنسيان بصورة معينة. طبعا في آخر الرواية الشريفة أن هذا السائل كان هو الخضر، الخضر يسأل من الإمام ويتعلم من الإمام، وأحيانا يريد أن يعرف الآخرين لأنه عنده كلام تكملة حلوة، يعني ما سأل سؤالا فقط، لا، بيّن ترتيب أثر على جواب هذا السؤال. الرواية جميلة، أنا فقط مقطع خاص من الرواية أقرأه. فقال عليه الصلاة والسلام الإمام المجتبى صلوات الله عليه في مقطع من كلامه: وأما ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان، سؤاله كان عن الذكر والنسيان، السؤال الثاني له، فإن قلب الرجل في حق، هذه يحتاج العبارات تحتاج إلى شرح، الآن لسنا بصدد شرح الحديث الشريف، فإن قلب الرجل في حق وعلى الحق طبق، كم هو جميل أن الله سبحانه وتعالى يكشف هذا الطبق عن الحق. اللهم أرني الحق حقا فأتبعه. المشكلة أحيانا هذا الطبق موجود، الإنسان لا يرى الحق حقا. لا علينا. فإن قلب الرجل في حق وعلى الحق طبق، فإن صلى الرجل عند ذلك على محمد وآل محمد، صلاة تامة، صلى صلاة تامة، إن كشف ذلك الطبق عن ذلك الحق فأضاء القلب. وذكر الرجل ما كان نسيه، وإن هو الرجل لم يصلي على محمد وآل محمد، أو نقص من الصلاة عليهم انطبق ذلك الطبق على ذلك الحق فأظلم القلب ونسي الرجل ما كان ذكر. اللهم صل على محمد وآل محمد. أبارك لكم الذكرى السعيدة العظيمة العطرة المباركة الميمونة لمولد الصديقة الطاهرة المباركة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركاتها أن ينير قلوبنا بنور ولايتهم، أن ينير قلوبنا
لنا بنور الإيمان أن يرزقنا في الدنيا والآخرة شفاعتها وشفاعة أبيها وبعلها وبنيها الطاهرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.